انا جيت النهارده اغير الهليود سمايل اللي كنت عاملاها. اسناني اهي زي ما انتم شايفين، عاملاها دكتور مصطفى، عاملها لي بقالها 4 سنين. تاني حاجه، دكتور مصطفى عامل اوفر حلو قوي قوي قوي، 16 سنه ب 10000 جنيه، في حين ان انا سالت بره لقيت ارقام خياليه. دخلت عملت سيرش على النت وعلى جوجل وعلى الكلام ده، لقيت ان هي مفيش حاجه اسمها بتعيش مدى الحياه زي ما الناس بتقول، لا هي بتعيش من 4 ل 7 سنين. وهندخل نعملها دلوقتي ونرجع لكم تاني. دكتور مصطفى ما خدش نص ساعه على بعض، ولما رحت لدكاتره اسنان تانيين كنت اقول لهم انا بتعامل مع دكتور مصطفى اسامه، كانوا بيتضايقوا جدا لان فعلا عدوك ابن كارك. بجد انا ما اقدرش يعني اغير دكتور مصطفى، لان بقالي اكتر من 4 سنين وهفضل طول العمر معاه. ميرسي يا دكتور على الابتسامه الحلوه دي، وميرسي على الثقه اللي انت بتديها لي لنفسي، ولازم كلكم تجربوا دكتور مصطفى اسامه، مش هتندموا.